قبل ما نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا على الاهلي والزمالك، عايز اخد رايكم سريعا في اختيارات الكابتن حسام حسن. هل بتشوف ان هي اختيارات منصفه موضوعيه ولا مساحات الاختلاف فيها كثيره وكبيره يا خليفه؟ لا، في مساحات اختلاف. اعتقد يعني ان في لعيبه انضمت ولو طبق عليها الكابتن حسام المعايير اللي هو بيتكلم عنها، لا كان في حاجات علامات استفهام كتير، وفي لعيبه تانية اعتقد كانت مستواها مؤخرا يسمح لها انها تروح المنتخب. اعتقد حسام عبد المجيد بالمستوى اللي مقدمه مع جوزيه جوميز ومع سنه، لو مش موضوع المنتخب الاولمبي، يعني لو هو مش كابتن حسام سايبه بمزاجه المنتخب الاولمبي، اعتقد ان حسام عبد المجيد يستحق يروح. اعتقد حسام اشرف في بلديه المحله يستحق يروح. انا حسام اشرف برضو بالنسبه لي من اللعيبه اللي علامات استفهام، لسبب لان هداف الدوري جاب 10 اهداف وبيلعب في البلديه، مع كل احترام والتقدير للبلديه طبعا يعني، بس بيلعب في الاهلي والزمالك، واهدافه متنوعه، مش يعني بيلعب وبعدين بدماغه في نقطه ويمينه كمان بقى، وشماله. وفي نقطه مهمه جدا عادي برضو خليفه، ان كابتن حسام تحديدا هو اكتر واحد يحس بالقصه ايوه دي. انت فرود يعني، انت فرود مصر وافريقيا، فالفرود يعمل اكتر من كده يعني. محمد شريف عليه محمد شريف ومختار، وبتكلم مثلا في اختيار لعيب زي محمد الشامي، كل الاحترام محمد الشامي، بس مثلا مش لعيب صغير، فهنقول ايه ان بعد سنه ولا اتنين هيتطور. محمد الشامي مر بتجارب كتير جدا وبقى له فتره طويله، فهو حاليا ده اعلى مستوى ليه، فلو هو اعلى مستوى ليه مش مقنع قوي، فهو هيروح فين تاني؟ يعني مفيش مساحه تانيه للتطور. يعني هو محمد شامي لعيب بقاله في الدوري المصري مثلا بقاله 8 9 سنين، فالمستوى اللي وصل ليه مستوى كويس، ولكن مش المستوى اللي يخليك تقنعه. لو هو لعيب صغير كنت اقول لك اه خلاص عنده كذا كذا. اكرم توفيق برضو من الناس اللي عليه علامه استفهام. اعتقد يعني بقاله فتره كتيره ومش راجع وما بيلعبش، مش ما بيلعبش اساسي، ده بياخد دقائق قليله جدا في الاهلي، فما ينطبقش عليه المعايير اللي كابتن حسام حسن بيتكلم عنها بالنسبه للاعبين من الاصابه. احمد فتوح ممكن اه ما جابش لسه الفورمه العاليه بتاعته، ولكن ما زال احمد فتوح في ظل مستواه اللي هو كده، لا يستحق يروح المنتخب. لو مش رقم اثنين في الظهير الايسر فهيبقى رقم ثلاثه، هو واخد، ما هو واخد ثلاثه ظهير ايسر، فاعتقد احمد فتوح لازم يكون من الناس اللي موجوده في منتخب مصر. ممكن نستنى ونشوف كذا، ولكن في علامات برضو، في حاجات يعني احمد فتوح راجع من الاصابه، طب ما اكرم توفيق راجع من الاصابه، يعني ما هي المعيار كان ايه؟ انا ما قدرتش افهم المعيار صراحه. في حسام اشرف على حساب محمد الشامي، في حسام عبد المجيد غيابه، في احمد فتوح. كل التوفيق لكابتن حسام حسن مع كل الاختيارات، بس كان الناس بتتابع الدوري المصري اكيد كان عندنا علامات استفهام، هو بقى كابتن حسام يجاوب عنها في الماتشات. يعني عادي، انا ما عنديش مشكله خالص في الاختيارات، بس يبقى عندي فكره في ان انا ايه، تقول الكلام عندك مسطره امشي معاك عليها. طيب دلوقتي الجوله 16 ما كانتش لسه خلصت، ليه اعلنت عن القائمه قبل ما الجوله تخلص؟ نقطه حلوه جدا. بيراميدز لسه ما كانش لعب ماتشه، الاهلي صح. الزمالك يعني مثلا ابراهيم عادل جاب جولين في اخر ماتش في نفس اليوم، ابراهيم عادل ده لعيب للمستقبل. ليه؟ انا عارف ان هو راجل هيجود مع المنتخب الاولمبي، بس برضو احنا بنتكلم ان انت لعيب زي ده انت حاطط عينك عليه، المفروض تاخده معاك. طيب انت عندك لسه ماتشات ثانيه ما اتلعبتش، المفروض استنى لحد ما الجوله تخلص كلها واعلن عن القائمه. لما اتسال في المؤتمر الصحفي انت ليه ما خدتش عمر كمال وليه ما خدتش النني؟ عشان ما بيلعبوش، كوكا ما بيلعبش، قفشه ما بيلعبش، اكرم ما بيلعبش، فاحنا عايزين مسطره عشان نقدر ايه، والله كده تمام خلاص ما عنديش صح. مشكله خالص. في لعيبه في خط الدفاع زي كالوشا مثلا صح. زي اسامه جلال، اللعيبه دي تستحق انها تروح. باي ذا واي على فكره ام بي خامس اقوى خط دفاع في الدوري بالظبط، وكالوشا عمل اداء كويس جدا. نص الملعب لعيب زي عمر الساعي، ناصر ماهر نفسه الدقايق اللي قدمها مع الزمالك تخليه يدخل، اللي هو الراجل عايز لعيب رقم 10 واخد قفشه عشان هو يلعب مثلا 4 2 3 1، يبقى عندي ناصر مع قفشه في الحته دي. لعيب زي عمر الساعي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. حتى لعيبه الوينجات، انت دلوقتي مرموش وتريزيجيه خلاص الاثنين دول حاجزين شمال الملعب، عندك الناحيه الثانيه انت مثلا هتلعب بحسين ومصطفى فتحي مثلا ناحيه اليمين. طيب انا دلوقتي خدت مصطفى، المهاجم على طول اللي بعد مصطفى لازم يبقى حسام اشرف، لعيب هدر بيلعب يمينه بشماله، الاهداف اللي مسجلها كلها تبين التنوع اللي عنده حسام. انا اجيب محمد شريف اللي هو برده مش في احسن حالاته، فانا محتاج افهم المعيار اللي بيتم على اساسه اختيارات اللعيبه. صحيح.